بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نكمل في موضوع TCP header، زي ما شايفين الـ TCP header تكون من 20 بايت الحد الأدنى، كويس، ممكن يزيد عن هيك كـ option words. فأهم الفيلدز عنا الفورمات تبعه اللي هي source port number و destination port number، وفي هذا بيلتقي مع ال UDP. لكن الإضافات اللي عنده طبعا أهم شغلة هي sequence number وال acknowledgement، وعنده receive window اللي هي قلنا the sender not overwhelm the receiver. هذه حجمها بتحدد، هان بيحدد إمكانية استيعاب الريسيفر. في عندنا مجموعة من الفلاجز، منها الأرجنت والأكنولجمنت فلاج. الأكنولجمنت فلاج لو كان ست، يعني لو كان واحد، يكون القيمة اللي في الأكنولجمنت يؤخذ بها. لو كان زيرو فبكون ليس له قيمة، زي ما بكون في عادة في بداية الاتصال. في عندنا البوش، في عندنا الريسيت، في عندنا السن، وعندنا الفينش. السن فلاج هو بمعنى سينكرونوس، يستخدم في بداية الاتصال زي ما حيجي معنا بالتفصيل. يستخدم في بداية الاتصال لفتح TCP connection، وزي ما انتم بتعرفوا هذا يستخدم في هجمات denial of service. نوع من هجمات denial of service يعتمد على السينك، انه بيرسل الاتاكر مجموعة كبيرة من طلبات اتصال فتح TCP connection ولا يغلقها، وبهيك بيهلك الريسورسز بتاعت الريسيفر وبيعمل له دينايل اوف سيرفيس. الفينش حيجي معانا كيف انه في نهاية الارسال بنعمل نستخدم هذا الفلاج، وعندنا تشيك سم كذلك. هذا بالنسبة للفرمات. نيجي للتي سي بي سيكونس نمبرز واكنولجمنت، كيف العلاقة بينهم. احنا الان عند المرسل نشوف كيف بيتم إرسال السيجمنت. فنلاحظ هذا التلوين اللي أمامنا، الأخضر والأصفر والأزرق، هذا عند السندر. لو شفنا هذه المنطقة السيجمنت الملونة باللون الأخضر، أسماها send acknowledge، هي send and acknowledge، بمعنى السندر أرسلها واستلم acknowledgement من الريسيفر إنه تم وصولها. فهي بالنسبة له الآن بإمكانه يمسحها، بإمكانه يشيلها من الويندو بتاعته. تمام، لاحظوا هاي الويندو سايز، فهي وكأنها خارج الويندو، صار هي خارج الويندو. المنطقة الصفراء هذه إيش سماها؟ Sent not yet acknowledged، يعني هذه بسموها in flight، هي طارت أرسلت لكن لم يصل عليها أي acknowledgement يثبت وصولها. فذاك بيقدرش يخرجها من الويندو، بيقدرش يمسحها، لأنه لو مسحها افترض واحد أو بعض هذه السيجمنتس لم تصل، من حجبه ولازم حيضطر يعيد إرسالها. لو لم يصل عليها acknowledgement لاحقا حيضطر يعيد إرسالها، لذلك هو بحافظ عليها موجودة في الويندو عنده. السيجمنتس باللون الأزرق هي usable but not yet sent، بمعنى هي موجودة عنده لكن لم يرسلها بعد. هذه المنطقة not usable، يعني هو بنتظر انه يجي داتا من الابليكيشن لاير ويسجلها عنده. فنشوف هنا sequence numbers byte stream، زي ما احنا عارفين number of first byte in segments data. هذا sequence number اللي احنا عارفينه هي ضمن الفرمات، هذا هو شكل الفرمات تبع الـ TCP. فإلى أين يشير هذا sequence number؟ هي لأول segment في هذه المنطقة، بالضبط لأول بايت في أول segment في اللون الأزرق. إذا هذا اللي عليه الدور، هذا segment سيتم إرساله في المرة الجاية. لكن بالنسبة للأكنولجمنت، هذا incoming segment to sender، أجاله segment، هذا هو بده يرسله، outgoing segment، هذا أجاله رجاله. بكون الاكنولجمنت اللي جاي حامل رقم مين؟ حامل رقم
أول بايت في أول سيجمنت في الأصفر، إنه هذا إيش؟ هذا أجى عليه أكنولجمنت، هذا أجى عليه أكنولجمنت كويس، وهو اللي أكنولجد الآن، يعني آخر أكنولجمنت بجيله لما بده يعرف إنه هذا الأخضر وصل، يوقع بجيله رقم أول بايت في الأصفر، معناته كل اللي قبله، كل اللي قبله في الأخضر إنهم وصلوا، لأنه زي ما إحنا عارفين الأكنولجمنت بيرمز دائما للنكست سيجمنت، وبجيب أول بايت من النكست سيجمنت. وضحت إن شاء الله. نشوف بعض الأمثلة اللي هي حسب فهمنا للرسمة السابقة. TCP sequence number acknowledgement. أوكي. إذا نفترض إن إحنا هاد بنرسل تلنت سيناريو، لذلك هو بايت بايت بيرسل تلنت للتحكم زي ما بتعرفوا. فالسندر أرسل حرف C يعني بايت واحد. فالسيكونس افتراضا هذا السيكونس كان 42، الاكنولجمنت 79 في هذه الرساله، والمرسل هو حرف سي يعني بايت واحد. ايش حتكون الاكنولجمنت في هذه الحاله اللي جائره طالعه من بي؟ حيكون رقم الاكنولجمنت وكانه بقول له ال 42 وصلني، ايوه السيكونس 42 وصلني، اريده التالي، اي نيد ذا نيكست. فبقول له ايش؟ اكنولجمنت 43، ما انه وصلوا 42 الاكنولجمنت بتكون 43 100%. طب السي الاي عفوا اي كان حكى لبي هيو الاكنولجمنت 79، ايش الثاني؟ وكانه بقول له ارسل لي 79، ارسل لي سيجمنت اللي يبدا ب 79. لذلك لو لاحظنا السيكونس نمبر اللي طالع من بي ايش بكون؟ هيو سيكونس 79، ارسل 79، فبرد عليه بي اي ايش حيكون الرقم؟ ارسل 79 حيكون ايش النكست؟ 80، بقول ارسل لي الان 80، يعني وكانه ايه بقول وصل لي 79 وارسل لي الان 80. طب هان السيكونس اللي طالع من ايه 43، ليش؟ لانه هان قال له ارسل لي 43، هي الاكنولجمنت 43 قال له ارسل لي 43، فقال له تفضل هي 43. نشوف ثاني TCP round trip time out. نحسب ال time out. time out هو function of the round trip time، لأنه بيعتمد عليه بشكل كبير، بشكل كلي بيعتمد عليه. how to set TCP time out value. بالتأكيد هي لازم تكون longer than RTT. ليش؟ لأن RTT هو مسافة بايت واحد يروح ويرجع. طب هل هذا الزمن يكفي إنه نعمله للتايم أوت؟ لا يكفي. افترض تأخر شوية، افترض صار أي تأخير في الطريق، في كيو، في حاجة، فلازم يكون أكبر شوية من الـ RTT. طب الـ RTT هي فارز متغيرة ليست ثابتة. نعم. فلو كانت الـ time out عملناها too short، حصير عند premature time out، حصير time out مبكر يعني غير ناضج، فبصير عندي unnecessary retransmissions، حيظل يعيد إرسال كثير من السيجمنت في TCP. طب لو كانت too long حصير slow reaction، بمعنى إنه بعض الباكتس ممكن تضيع، هو يقعد ينتظر 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 في الـ out ولم يعيد إرسال هذه الباكت، فهذا الشيء مش كويس أن يكون الرياكشن بطيء. طيب how to estimate RTT، كيف نحدد الـ RTT هذه؟ اللي على أساس حنحدد التايم اوت، وقلنا هي متغيرة. عشان نحسبها افترضنا في متغير اسمه sample RTT اللي هو measure time from segment transmission until acknowledgement reset، يعني هو الحالة الأخيرة أو الحالة المحددة. طيب قالك ignore the transmission. sample RTT will vary، هو دائما متغير. احنا بنحتاج حاجة ثابتة أكثر اللي هي زي الأفرج، سميناها estimated RTT، وحتكون smoother أكثر من sample RTT. الأفرج هي الأفرج of several recent measures، يعني الاستيميتد هي الأفرج لآخر
مجموعة من المراسلات الـ RTT. نشوف معادلة مشهورة في هذه الحالات تستخدم اسمها Estimated RTT بالنسبة لنا الآن. هي تستخدم إنه بضرب رقم كبير جزء من الواحد، يعني الأكبر، بضرب في الـ Estimated RTT وبجمع له الجزء الأصغر مضروب في السامبل ار تي تي اللي هي الكيس الاخيره او الانستنس. في الحاله هذه ايش بصير؟ لو هاي الفاليو مثلا افترضناها 0.125، هذه الالفا، فواحد ناقص الفا هو تقريبا 0.9. انا بضرب ال 0.9 في الافريج اللي هي الاستيميتد ار تي تي، وبضرب ال 0.1 في السامبل، وهذا كله بجمعه بطلع قيمة الاستيميتد في كل مرة. ففي المرة التالية السامبل الجديد حينضرب في بوينت واحد ويضاف للأفريج، فتأثيره حيكون قليل والتغير حيكون سموث في الحالة هذه. نطلع على الرسمة، هاي السامبل ار تي تي هي باللون الأزرق الخفيف، متغيرة طالعة نازلة بشكل كبير، متغيرة حسب ظروف الشبكة وحسب الكيوينج وأشياء كثيرة. لكن لو شفنا الاستيميتد اللون هذا البينك، هنلاقي انه الحركة سموث، يعني ثقيل شوية شوية بتحرك. فهذا شيء افضل، انه احنا بدل ما نعتمد على شيء متغير بشكل كبير نعتمد على شيء تغيره خفيف وهو سموث في الحركة بتاعته. طبعا لفوق ولتحت هذا التايم، هاي بالملي سكند، ار تي تي بالملي سكند. فاحنا اذا هنعتمد على الاستيميتد ار تي تي. طيب هذا الـ Estimated RTT Time Interval إحنا بنضيف له Safety Margin، يعني هو بكفيش لحاله، لأنه قلنا الـ RTT هو بالضبط رايح جاي، طبعا أزود له شوية وقت يعني اللي هي الـ Safety Margin هذه. طيب إذا بدي أحط Large Variation in Estimated RTT أكبر من Larger، أو يعني عفوا أقول إلا Larger Safety Margin، بمعنى إذا كان الفاريشن متغير، نرجع للرسم، إذا كان الفاريشن هان زي هذه المنطقة بتغير كثير في الـ Estimated RTT، فإذا الـ Safety Margin بتعمله أكبر. لكن لو شوف منطقة زي هذه المنطقة التغير فيها قليل، ممكن يكون الـ Safety Margin قليل. فإذا الـ Safety Margin نفسه هو متغير، نعتبره كـ Deviation، كويس؟ هو متغير، فأنا بدي أعمل له حسبة شبيهة بالمعادلة السابقة. إذا حط رقم متغير constant بيتا وأقول هذه البيتا مثلا 0.25، نفس الفكرة، بضرب الواحد ناقص بيتا اللي هي 0.8 تقريبا في الديفيشن RTT، وبضرب القيمة الصغيرة اللي هي 0.2 في السامبل RTT ناقص الاستيميتد RTT، وكأني هنا عن عملت estimated deviation، كأني عملت انه estimated deviation ضربته، عفوا بيساوي ال 0.8 في ال estimated deviation ضرب ال 0.2 في السامبل deviation. السامبل deviation هو اللي انا عبرت عنه بالسامبل RTT ناقص estimated RTT. في المحصلة انا طلعت ال estimated deviation اللي هو احنا يسمى هو deviation RTT، وجمعته، هذا هو طبعا safety margin اسمه، فبنجمع هذا safety margin للestimated RTT اللي حسبناه في السلايد السابق في المعادلة السابقة. في التجربة وجدوا انه يعني deviation RTT واحد لا يكفي، جربوا 2 3 4 فوجدوا افضل شغل، افضل حاجة يكون 4 مرات، اذا يضاف المارجن هذا 4 مرات. إذا حد يسأل طب ليش هم يعني إيش كان إنه 4 أو 5، كيف عرفوا إنه هذا أفضل؟ فهو عرف إنه أفضل بنسبة الباكتس اللي بتوصل، يعني نسبة، يعني جربوه لفترة من الزمن في حالة مرة أو مرتين أو 6 أو 7، وجدوا إنه أفضل شيء يكون 4. في الحالة هذه بيكون الإفشنسي أفضل، وصول الباكت بشكل أفضل، والرياكشن على تغيرات أو اللوست باكتس بيكون أفضل. خلصنا هذا السكشن.